عايز احط حضراتكم في المعسكرين، معسكر الاهلي ومعسكر الترجي. نبتدي الاول بمعسكر الترجي التونسي. الاستعداد لمباراه الاهلي، نادي الترجي التونسي امبارح دخل في معسكر مغلق لملاقات الاهلي يوم السبت القادم. دخل في احدى المدن القريبه من العاصمه التونسيه. المعسكر هيكون لمده 3 ايام. هيركز فيه معين الشعباني على النواحي الخططيه. ازاي هيواجه النادي الاهلي؟ الخطه والاسلوب اللي هيواجه بيهم النادي الاهلي. فعلشان كده الترجي دخل في معسكر مغلق علشان يقدر يقفل على الفرق ويكون عنده تركيز كبير. طيب لاعبي الترجي، الترجي او منتخب تونس كان عنده معسكر خلال الفتره الاخيره او الفتره اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. منتخب تونس ساب بين شريفيه وبين رمضان للترجي، الكلام ده من يومين فاتوا. منتخب الجزائر عنده لعيب برضو مهم، عنده عبد القادر بدران موجود في منتخب الجزائر. منتخب الجزائر المعسكر بتاعه خلص، فاللعيب انضم لفريق الترجي. فأنا بتكلم النهاردة عندنا ثلاث لعيبة، بين شريفية وبين رمضان تركوا المعسكر التونسي، برغم أن النهاردة في مباراة ما بين تونس ومالي بعد ساعتين. اثنين لعيبة دول سابوا المعسكر من يومين علشان ينضموا للترجي أو نادي الترجي التونسي، علشان يكون الجهاز الفني ومعين الشعباني عندهم كل الأسلحة بتاعتهم. منتخب الجزائر اللي المعسكر بتاعه انتهى عبد القادر بدران، وايضا المنتخب الليبي حمد الهوني. حمد الهوني زي ما احنا عارفين هو احد العناصر المهمه جدا واحد الاسلحه في النواحي الهجوميه لفريق الترجي، برضو ما انضمش للمنتخب الليبي الفتره السابقه. فكل اللعيبه متاحه لفريق الترجي علشان تركيز كبير يكون موجود في المعسكر. برضو النهارده إدارة الترجي التونسي خطبت الحكومة التونسية والسلطات هناك علشان يكون متواجد جماهير. هيكون متواجد في مباراة الأهلي والترجي 5000 من جمهور الترجي التونسي. أنا بحط حضراتكم دلوقتي في الوضع في المعسكر التونسي بالظبط، كل خطوة بخطوة. أول حاجة امبارح دخلوا في معسكر مغلق علشان التركيز. لعيبة الترجي التونسي اللي كانت موجودة في منتخب تونس، منتخب الجزائر، منتخب الليبي، انضموا من يومين مع فريق الترجي، علشان كده الصفوف مكتملة في فريق الترجي، الجماهير هتكون موجودة. الترجي التونسي بيستعد استعداد كبير، واحنا بنتكلم عن ملاقات أو مباراة الأهلي والترجي ما نقدرش نقول الكفة رايحة فين. دايما مباريات كبيرة، مباريات فيها ندية، زي ما بنقول عن الماتشين دول أو مباراة الأهلي والترجي، ده ديربي شمال أفريقيا. نادي الاهلي ونادي الترجي هما ابطال النسختين السابقتين، فالنهارده الحظوظ او الكفتين متساويين. فرقتين من العيار الثقيل، هتكون مباراه من العيار الثقيل النهارده، علشان بقول لحضراتكم مفيش توقعات مين يفوز في المباراه، لكن احنا من هنا بنتمنى طبعا ان الفوز يروح في صالح النادي الاهلي ويكون اليوم في صالح النادي الاهلي. طيب ده بالنسبه للترجي التونسي.